إنسانة مصرية بحب بلدي. قررت أنزل أحشد القصور وأوري الناس إن البلد تمام وكل حاجة زي الفل. فبنزل بقول للناس نعم نعم للقصور، يلا يا مصري انزل قول نعم نعم للدستور، انت يا مصري نور عينينا، نعم للدستور يحمينا. وبفكر الناس كل يوم في الميعاد ده ان في دستور بعد بكره، زي ما كنت بعمل ايام تمرد، كنت بنزل اعمل كده ايام تمرد وبشرح للناس وبشجعهم ان هم ينزلوا، خصوصا ان انا واحده ست. لا لا، الشرطه عينها عليا وبتحميني، يعني الشباب بيجي يعني كنوع من التشجيع، يعني مش بيزودوها، يعني وجودي في الشارع وان محدش بيعترض طريقي ولا بيضايقني بيدي امل للناس انها تنزل يوم 14. هقول نعم طبعا. اي بصي، ده مش وقت المواعيد، مهما كنا زعلانين من اي ماده احنا هنأجلها لغايه بعد الرئاسه ونبقى نتناقش معاهم في مجلس الشعب لتعديلها. هقول نعم لان الدستور حاجه و80% زي الفل، بيقول لي ان انا هعيش بكره احسن من النهارده. لاول مره بحس ان بلدي فيها دستور، فانا نازله اقول للدستور نعم. في مواد مختلفين عليها وكل مصر مش هنتفق مع بعض، لازم هنختلف، لكن مش وقت ده اختلاف. لما نستقر يبقى عندنا رئيس جمهوريه ومجلس شعب نبقى نناقش المواد المختلفين فيها.